كاسته طبعا. دي فيلي كان كويس، بس هما فستانين تلاتة اللي عجبوني. لا بيرفر ايه ده، انت ذوقك يبقى وحش قوي. طب يا حبيبتي اقفلي دلوقتي، هكلمك بعدين. باي باي. مساء النور يا حبيبي. ايه مالك؟ مفيش، قرفان شويه كده وتعبان من الشغل، عاوز اطلع رايح فوقتي. قرفان؟ هو اللي اسمها ساره دي قلبتك عليا. ايه دخل ساره في الموضوع دلوقتي يا امي؟ وساره هتقلبني عليك ليه اصلا؟ مع اني يعني لما قابلتها كنت معاها في منتهى الادب والاخلاق، انا بس كنت عايزه افهمها هي مين واحنا مين. افندم هو انت قابلت ساره النهارده يا امي؟ قابلتها النهارده الصبح قبل ما تروح الشغل، وزي ما قلت لك يا حبيبي انا كنت معاها في منتهى الادب والاخلاق، بس انا ما اعرفش هي فجاه كده لقيت راكبها العنطزه وقعدت تزعلي بصوت عالي، وطبعا هي اول ما شافتك حبت يعني تتمسكن عشان تقلبك عليا. لعلمك يا امي ساره ما جابتليش سيره انها قابلتك اصلا، ولعلمك بقى كتر الف خيرك لانك فهمتيني اللي حصل ايه بالظبط النهارده. وانا يعني كنت عملت ايه؟ انا حبيت افوقها لنفسها. انت بقى اللي لازم تفوقي، كفايه بقى لحد كده. فوقي وفهمي ان اللي بتعمليه ده قبل ما يكون غلط في حقي انا فهو غلط في حقك انت. انت خلاص خليتيني مسخه، بقيت ابن امه. ايه يا ولد؟ انت اصلا ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انت اتجننت؟ انا ما اتجننتش يا امي. انا مستحمل طريقتك المستفزه دي بقالي سنين، اللي مليانه عنطزه وعجرفه مش عارف على ايه. وبقول معلش يا واد، وامك استحملها ما هي مالهاش غيرك. انما لا لا، كفايه بقى كفايه، انا بقيت مسخه. وبسبب مين؟ بسببك انت يا امي. انا هاخد نفسي وامشي واسيب لك البيت، اشبعي بيه واشبعي بطريقتك. انا رايح اشوف حياتي، انا حياتي اللي اختارها بطريقتي وانفذها بطريقتي. ولعلمك انا مش راجع لك البيت ده تاني قبل ما تفوقي لنفسك، تفوقي وتعرفي ان ابنك خلاص بقى راجل، مش عيل صغير بياخد اوامره من امه. استنى يا شريف، استنى يا حبيبي، هتسيب البيت وتروح فين؟